وفتي بلادن او هوغامي وزير كوزارة عافيمات كسومالا سليبان عيسى حقلتوسي او اي وهريان وزير دولها وزارة معدنتا يتمرتا براساب كحيقين كقوبل كقبلي حقاياها فولينتا دولة دهوسي ايق قبلي ابوان حسن لوح الله بصارح حاليو عبدي اوسيو او كاترسان قربو جوبتا قوبل كن قبلي ايا مانتا سيو وزير اه اوغا جلي امسي ايج لغاهير قرينيو مقالة دا قيد بلاد افلادن اوسي بلاد اللوسو اقاسيمي ايا وحا هدلو دي كامد اها الحمد لله مالي وناكسن قلم وناكسن ما اتواحا ينو صعدا اوسيركي عاقماتكا دي سيدة دووين حنانا دي امسي ايجكي دقمد قيد بلاد وانفرايها حيدو شوغا عبلها عاقماتكا سم وحنان وسيرك ما تقول دون لور جوجا كأثرين لا إن بال أي يجنا وهي أود دودا قط مشار لأن مش قاين كريت وسيرك وجمعنا جو كل وحبس راعي ماي لكن وحاي فرح هذا وي شرف إن المنطقة ما تجي بلا وهي ما قاعد جي بلا رون كل الله يسهل كانوا يشوفان كل شيء آديات وهو بال وحقيق إن جي بلا ربا هنت هاي عفمات نحن 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 الرجال قبل أن يوقعوا ذيّن حسب الحاكم كا أي كتب هدي أنتي ولا روح السعودي هذا لما المهر هذا لقى أولان شري هدي الأولان شري أضيع هالك الصوم مرة هدي الأولان شري مهر هن على العصو على الهجوري على قت تاج تاجا وحاصر من هو حيكون صار نماطي نتيجة دي كصوب بحريف وتي هالك على قديم كلي سلام عليكم وزيرك عافمات ربو هون بو غنانة وانا في قلب الله وزيرك كلا قف وهلك كو كوري اما كل شيء اما كو برباري رانتيس وهلا متحديا لي وقارنتي قول هيك وزير دام انت حكومة دكو تشرت وزيرك كلا بريا قبيت بكسوتي ستوس سكوري تالات ليد بانا مكفيلة يعني انا حكومة دبو ومارمي كيف بلار يبوه الله قفص كله. أعمل يو ما ممكن تعمل كيف بلار قبل كتبيلي يو مرحيسة يرمان مصفر تعمل كيف بلار وحنا السلام يا دمان السلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كهراء ما إنه أودين إنه شقيه سجى يكون بدنو كلامه للسنين الصبيبة sawtana waxa weeye waad ogtiin dalkeena waxa ka dhacay abaaro isigeed balaad waraysal la xalaysu waxa go'du kusoo dhaw higladii halkan ba joogtay wa maashay di weeye wa wada garanaysan aniga ha ka xumahay intii aan meesha joogay sidaan wax doonayay inaan u qabto ma qaban laakiin dadaal laguma yarayno waqtiga adka aan joognay xisbiga kulmiye wax rabadkiisu aad buu badan yahay waxaad u badan baa la qabtay gobolkan gabiri intii xisbigu joogay waxa weeye wax rabadkii ugu weynaa baa laga qabtay xagga caafimaadka cusbitaalada soo kordhay cusbitaalka wajaale oo cusbitaal wajaale looguma talagelin deegaankan ballaaran oo dhan baa loogu talagalay inuu u noqdo cusbitaal waa cabdisalaam maxamed bade bulsha tv geed ballaar